بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 42 من كتاب أسهل المسالك. فرائض الصلاة 12 بنية بقلبه معتبرة، فرائض الصلاة 12 بنية بقلبه معتبرة، ثنيها تكبيرة الإحرام للفذ والمأموم والإمام، ثنيها تكبيرة الإحرام للفذ والمأموم والإمام، ثالثها قراءة بالحمد على الإمام وحده والفرد، ثالثها قراءة بالحمد على الإمام وحده والفرد، ثم قيام فيهما إن تستطع، ثم استناد أو جلوس فاضطجع، ثم قيام فيهما إن تستطع، ثم استناد أو جلوس فاضطجع، ثم الركوع والسجود فاعلما ورفعه من كل ركن منهما، ثم الركوع والسجود فاعلما ورفعه من كل ركن منهما، والتاسع الجلوس للسلام وبين سجدتيك بالتمام، والتاسع الجلوس للسلام وبين سجدتيك بالتمام، ثم اطمئن في الصلاة واعتدل واختم بتسليم بألكي تمتثل، ثم اطمئن في الصلاة واعتدل واختم بتسليم بأل كي تمتثل. مسنون هذا 13 قل. فرائض الصلاة 12 بنية بقلبه معتبرة، ثانيها تكبيرة الإحرام للفذ والمأموم والإمام، ثالثها قراءة بالحمد على الإمام وحده والفرد، ثم قيام فيهما إن تستطيع، ثم استناد وجلوس فاضطجع، ثم الركوع والسجود بعدما ورفعه من كل ركن منهما، والتاسع الجلوس للسلام وبين سجدتيك بالتمام، ثم اطمئن بالصلاة واعتدل واختم بتسليم بألكي تمتثل. مسنونها 13 قل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين نبي الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. الدرس 42 من كتاب أسهل المسالك. فرائض الصلاة 12 بنية بقلبه معتبرة. فرائض الصلاة 12 وهي 16 حقيقة. فرائض الصلاة 12 فنية، نية عند تكبيرة الإحرام، والمراد بالنية هو الباعث على الفعل. فلو استقبل الإنسان القبلة وكان الوقت وقت الظهر، بحيث لو سئل ماذا تصلي قال أريد أن أصلي الظهر، وكان الوقت وقت العصر قال أصلي العصر، فنية حصلت. من النية 12 فنية بقلبه معتبرة، ذلك يكره التلفظ بها أو خلاف الأولى لغير الموسوس. ثانيها تكبيرة الإحرام، ثاني الفرائض تكبيرة الإحرام، وهي قول مصلي الله أكبر بهذا اللفظ، لا يمد الهمزة ولا يمد الباء كما يفعل بعض العوام، لا، فهذا يخرج اللفظ عن محله ويدخل في اللحن في الصلاة كما قال ابن عاشر باللحن تبطل بإمامة اللاحن، واختلف العلماء في ذلك، وإلى ذلك أشار خليل بقوله بلاحن مطلقا أو في الفاتحة أو بغير مميز بين ضاد وضاء خلاف. ثانيها تكبيرة الإحرام للفذ والمأموم والإمام، يعني لكل مصل، سواء كان مصليا فرض عين فرضا أو مصلية سنة أو نافلة، والإمام للفذ والمأموم والإمام، ثالثها قراءة بالحمد على الإمام وحده والفرد. أما قراءة الفاتحة فإن المطلوب بها على الوجوب الإمام والفذ، فالمأموم لا تجب عليه الفاتحة في مشهور مذهب مالك، وهو المذهب السائد في بلاد الشنقيطة وغرب إفريقيا، مذهب أهل المدينة على ساكنها وآله أفضل الصلاة والسلام، ولا نطيل الأدلة في ذلك، فمن هو مثلي لا يحتاج إلى الأدلة في ذلك، يكفيه أن يقلد مالكا، أن يقلد مالكا. من هو مثلي لا يجوز له أن يستدل بكتاب ولا سنة إلا بعد أن يدخل تحت تقليد عالم مجتهد، من لم يكن مجتهدا فالعمل منه بمعنى النص مما يحال، كما قال سيدي عبد الله بن الحارث إبراهيم في مراقي السعود رحمه الله تعالى وفعنا بالجميع.
قراءة بالحمد على الإمام وحده، على الإمام والفرد والفذ، قراءة الفاتحة، ثم قيام فيهما إن تستطع، ثم قيام في تكبيرة الإحرام وفي الفاتحة إن كنت مستطيعا. فلا يمكن أن تكبر وأنت منحني إلا إذا كنت مسبوقا وجدت الإمام راكعا وبدأت التكبير وأنت مستقل وأكملته في حالة الانحطاط، فالصحيح أن الصلاة صحيحة وإن كان في ذلك خلاف. ما استناد أو جلوس، إن لم يقدر على الاستقلال قائما فيجب عليه أن يستند قائما فلا يجوز له الجلوس، فإذا عجز عن الاستناد قائما جلس، ثم إذا عجز عن الجلوس مستقلا استند وهو جالس. هذه مراتب أربعة للفضل، سبعة على الترتيب، أربعة منها على الوجوب، أن يستقل قائما ثم استند، أو استقل جالسا ثم تمل، كما قال ابن الأخضري. ثم إن لم يقدر على الجلوس بحالته، بحالة الاستغلال وبحالة الاستناد، اضطجع. ووجوه الاضطجاع على الظهر والجنبين، كل منهما يصح بدون ترتيب، ولكن الأفضل أن يبدأ باليمين ثم الأيسر ثم الأيمن ثم الأيسر، الجنب الأيمن ثم الأيسر ثم الظهر، الجنب الأيمن ثم الأيسر ثم الظهر، ولا بد من استقبال القبلة إن قدر على ذلك. ثم الركوع والسجود، فاعلم أيضا كذلك أيضا من فرائض الصلاة الركوع، بحيث تقرب راحته فيه من يديه، بحيث تقرب كفاه فيه من ركبتيه، فيه من ركبتيه، من ركبتيه. وأما وضع اليدين على الركبتين فإنه مندوب. والسجود بالجبهة لا بالأنف، فإن السجود بالأنف اختلف العلماء فيه، هل هو سنة ومستحب وواجب. ورفعه من كل ركن منهما، يعني أن الرفع من الركوع والرفع من السجود حتى يستقل قائما من الركوع ويستقل جالسا من السجود واجب ركن. والتاسع الجلوس للسلام، تاسع الأركان وهي الفرائض، الجلوس بحيث يطمئن جالسا وبعد ذلك يقول السلام عليكم، هذا الجلوس والاطمئنان فيه واجب. وبين سيدتيك بالتمام كذلك أيضا الجلوس بين السيدتين هذا واجب. ثم اطمئن في كل الأركان، في حالة الركوع وفي حالة السجود وفي حالة الجلوس بين السجودين، وكذلك في حالة القيام بين الركوع والسجود، فهذا الاطمئنان فيه مستقلا قائما أو راكعا أو ساجدا أو جالسا بين السجدتين أو جالسا جلسة التسليم، هذا كله واجب الاطمئنان بحيث تسكن أعضاؤه. وكذلك الاعتدال بأن يستقيم بحالة قيامه وجلسه بأن لا يبقى معوجا. واختم بتسليم آخر الأركان وهي الفرائض، التسليم يقول السلام عليكم، السلام عليكم بها له بأل السلام عليكم، هي أل هنا المضغمة وهي اللي يقول لها أصحاب الإعراب الشمسية، والشمس وضحاها، شدوا لنا أيضا كما يقولون للرسم، بأل كي تمتثل ما أمرت به، مسنون هذا العشر. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله.